السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم أستاذ صبري ياسين وهذه قناة سبيشال يو سي قناة الشباب المتميز. بالحلقة إن شاء الله هحل معاكم تمارين على اللانجوج اللي هي تمارين الجرامر الخاصة بالدرس الثالث والرابع من كتاب المعاصر لعام 2023. يا ريت على ما أخلص الإنترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على أي وسيلة التواصل الاجتماعي. لو ده أول مرة تشوف القناة شرفنا اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجاية إن شاء الله. استنوني بعد الإنترو. ورجعت لكم مرة تانية، يلا بينا نبدأ. بسم الله. أول سؤال بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. طبعا اول حاجه عندي اللي هي التمارين الستودنت بوك والورك بوك اللي هي تمارين كتاب الطالب وكتاب التدريبات. نمبر 1 بيقول the bus not stops near my house. the bus لو شلتها حط ضمير it، يبقى انت دلوقتي بتتعامل مع حاجه مفرد. هتبص للفعل هتلاقي stops موجود فيها حرف الاس، يبقى الفعل كده مش هينفع طالما في حرف الاس، مش ينفع تاخد doesn't ولا don't. ليه بقى؟ لان don't و doesn't زي ما احنا خدنا بيجي بعدهم مصدر الفعل، سواء don't او doesn't بيجي بعدهم مصدر الفعل، لكن stops فيها اس ما هيش مصدر. يبقى في الحاجة دي هناخد ايه؟ هناخد never. ليه بقى؟ هنقول الاوتوبيس لا يتوقف ابدا بجوار منزلي. الاوتوبيس ما بيقفش ابدا جنب بيتنا. طب احنا لو عايزين ناخد doesn't، طبعا don't كده كده مش هتنفع لان it مش هينفع معاها don't، هينفع معاها doesn't بس. طب لو عايزين نخليها doesn't لازم تبقى كده doesn't stop. رقم 2 we not swimming on Fridays. we بيجي بعدها مصدر الفعل يبقى هنختار go على طول. رقم 3 هاني لافز، شوف موجود في حرف الاس اهو بعد هاني، عشان لو شلت هاني وحطيت ضمير هتحط ضمير هي، واي فعل بيجي بعد هي وشيل ات بنحط له اس او اس. نكمل هاني لافز باسكتبول هي نقط ات افري داي. شوف نفس الفكره اللي حصلت هنا بتاعت لافز، هتاخد بلايس عشان هي بيجي بعدها فعل في اس بكل بساطه. رقم 4 نبيلة نقط لايك كوكينج. لايك ده هي مصدر الفعل، ايه اللي بيجي بعده مصدر الفعل؟ يا دونت يا دازنت. طب نبيلة دي لو شلتها تحط الضمير ايه؟ تحط الضمير شي، لان نبيلة بنت، شي يعني هي. طب هي وشي بقيت بياخدوا دونت ولا دازنت؟ تمام هياخدوا دازنت اللي فيها حرف الاس اللي هو ده، يبقى الاجابة هتكون دازنت. لاحظ انا بجاوب حتى من غير ما اقول الجمل معانيها ايه، وده ميزه الجرامر، بتقدر تحل مسائل كتير حتى وانت ما انتش عارف الجمله معناها ايه. بس طبعا حبذا لو انت فاهم وعارف الجمله معانيها ايه، ده بيساعدك كتير في الحل. لكن نفترض واحد ما بيحفظش كلمات يفهم القاعده هيقدر يحل. رقم 5 هاو داز سامي وين لحد الاخر. نلاحظ في علامه استفهام، يبقى دي حالة اثبات ولا نفي، تمام، ولا حالة اثبات ولا حالة نفي، دي حالة سؤال. يبقى حالة السؤال بتقول دو او داز زائد الفاعل زائد المصدر، والمصدر هو الفاعل بدون اي اضافات عليه. رقم 6 I don't not to music. قلت في اول الفيديو ان don't و doesn't بيجي بعدهم مصدر الفعل، يبقى نختار الفعل بدون اي اضافات عليه. بعد كده في تدريب الكتاب المعاصر رقم 7 هادي and I the full mark in English. يا I يعني أنا، يبقى أنا وهادي يعني اتنين يعني جمع، وطالما جمع كل اللي فيه اس مش هينفع، اللي هي لتر A ولتر C. طيب هختار usually get ولا get usually؟ هختار usually get. ليه؟ عشان القاعدة اللي انا طلبت منك تحفظها اللي هي ايه يا جميل؟ اللي هي ظروف التكرار تأتي قبل
الفعل الأساسي وبعد الفيرب تو بي. طب هو فين ظرف التكرار؟ كلمة يوجوالي. فين الفعل الأساسي؟ كلمة جيت. يبقى ظرف التكرار يوجوالي يجي قبل الفعل الأساسي اللي هو جيت، ما يجيش بعدها. طب ليه مش هناخد يوجوالي جيتس اللي هي الأولى ده اهي؟ عشان فيها اس، والاس اللي بتيجي مع هي وشي وات بس. لكن عندي انا وهادي لو شلتهم حطيت ضميرها تحط الضمير وي، يعني نحن. رقم 8 وير داز يور فريند نقط وفي علامة استفهام في الاخر، يبقى دي حالة ايه يا جميل؟ زي رقم 5 اللي فوق، حالة سؤال. طب انت حافظ القاعدة بتاعت حالة السؤال؟ طبعا لا، هفكرك انا بيها. داز زائد الفاعل زائد المصدر، يبقى هنختار ليف والمصدر هو الفعل بدون اي اضافات عليه. يعني ايه اضافات؟ يعني الاس ده هي اضافة، والدي ده هي اضافة، والاي من جي ده هي دي اضافة، دي اسمها اضافات. لكن ليف ده مفيش فيها اي اضافة، يبقى ده اسم مصدر الفعل. رقم 9 the sun not us heat and light. the sun يعني الشمس، لو شلتها تحط الضمير ات. لسه قايلين من شويه اي فعل بيجي بعد هي او شي او ات بنحط له اس، يبقى الاجابه هتكون جيفز. شوف انا حليت كام مساله من غير ما اقول الجمله دي معناها ايه، ما جتش ناحيه معاني الجمل خالص. ليه؟ ده جرامر. رقم 10 over a billion people not Chinese as their first language. الاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون speak. ليه؟ عشان a billion people يعني مليار شخص، دي كلمه جمع، واحنا قلنا الاسم الجمع بيجي بعده مصدر الفعل. طب الاسم المفرد بيجي بعده الفعل فيه اس. طبعا انا عندي هنا كلمه جمع اهي، ناس كتير، اكتر من مليار انسان. رقم 11 she always got to her work early. طالما فاعل الجمله she يبقى ناخد فعل في اس او اي اس، يبقى الاجابه هتكون لتر دي. she goes. ليه goes؟ عشان فاعل الجمله she. رقم 12 I don't not early on holidays. الاجابه هتكون ايه؟ don't بيجي بعدها مصدر الفعل. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني الفعل بدون اي اضافات عليه. فين الفعل بدون اي اضافات عليه؟ اهو get up. ايه الاضافات؟ الاي ام جي ده اهي، وهنا gets اهو، وده التصريف الثاني ماضي بسيط، يبقى ده المصدر. يبقى احنا قلنا don't و doesn't بيجي بعدهم المصدر، يبقى الاجابه هتكون get up. رقم 13 she not her hands three times a day. فعل الجملة ايه؟ فعل الجملة she. لعبنا هيكون فين؟ لعبنا هيكون في الفعل. قلنا دايما في المضارع البسيط اللعب بيكون في الفعل، بس بلعب في الفعل بناء على فاعل الجملة. ببص لفاعل الجملة، فاعل الجملة she، يبقى اي فعل يجي بعد he وshe وit بنحط بعد مصدر مضاف له اس او اي اس، يبقى الاجابة wishes بكل بساطة. رقم 14 which sport not يوسف like to do. دي حالة ايه يا جميل؟ حالة سؤال اخرها ايه؟ علامة استفهام زي ما انت شايف. يبقى هنختار ترتيب حالة سؤال اللي هي ايه؟ طبعا الحمد لله ما انتوش حافظين حاجة. do او does زائد الفاعل زائد المصدر. ابص هنا يوسف، يوسف ده لو شلت تحط الضمير هي، يبقى هنختار دو ولا داز؟ تمام هنختار داز عشان فيها اس، واحنا قلنا هي وشو ات بياخدوا الحاجه اللي فيها اس. طب ما ينفعش ناخد هاز؟ لا ما ينفعش ناخد هاز رغم ان فيها اس، لان ده ملوش علاقه بالمضارع البسيط اللي احنا بنحل فيه. رقم 15 وي اول نقط اور كانتري. الاجابه هتكون ايه؟ بص للفاعل عشان تعرف الفعل بتاعك هيكون شكله ايه، هيكون باس ولا من غير اس. زي ما قلنا لعبنا كله هيكون في الفعل، العب في الفعل بناء على الفاعل، يا تحط له اس يتشيل منه الاس. طب بما ان فاعل جمله بي، يبقى هنختار
مصدر بدون اضافات. رقم 16 My uncle bought new buildings in our city. ابص لكلمة my uncle. My uncle يعني ايه؟ عمي او خالي. لو شلت عمي او خالي وهتحط مكانه ضمير، تحط الضمير ايه؟ تحط الضمير هي. طب اي فعل يجي بعد هي وشي وات ولا بنحط له اس، يبقى هنختار بيلت بكل بساطة. السؤال اللي عندي بعد كده بيقول read and correct the underline words، اقرأ وصحح ما تحته الخط. رقم 1 they do usually tired after the school day. لو بصينا للفعل دو هنلاقي جاي بعده ظرف تكرار. طب ما ظرف التكرار بيجي بعد الفعل الاساسي؟ لا. طب ما بيجي بعد ايه؟ نفتكر القاعدة كانت بتقول ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الاساسي وبعد الفيرب تو بي. يبقى هي المفروض هنا كده في فيرب تو بي. الفيرب تو بي اللي هيجي مع زي ايه هو؟ طبعا احنا قلنا الفيرب تو بي له نظام خاص بي في المضارع البسيط. يبقى زي بتاخد ام ولا اس ولا ار؟ تمام، هتاخد ار. يبقى الإجابة زي ار يوزلي تايرد. رقم 2 وير داز هي وركس، في علامة استفهام. يبقى دي حالة ايه؟ حالة سؤال. داز زائد الفاعل زائد المصدر، يبقى هتشيل منها الحرف الاس ده، يبقى كده بقت مصدر بكل بساطة. رقم 3 I play the drums in a band. حطيت لي اس في الفعل، واحنا قلنا الاس دي بتتحط امتى؟ لما يكون فاعل الجملة هي او شي او ات او اسم مفرد. يبقى هنشيل منها الاس لان I وي 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 زي والاسم الجمع بيجي بعدهم مصدر الفعل بدون اضافات. رقم 4 سلمى plays always basketball. نقول القاعدة ونكتبها كمان عشان التكرار بيعلم الشطار. نقولها تاني، ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي. فين الفعل الأساسي؟ بلايس. وفين ظرف التكرار؟ always. الغلط ان هو جاي بعده، المفروض يجي قبل الفعل الأساسي، يبقى هتبقى ايه؟ always بلايس. نكمل القاعدة المهمة بتاعتنا، ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي وبعد الفيرب to be. رقم 5 she don't like fish. she في النفي ما بتاخدش don't، امال بتاخد ايه؟ تمام، بتاخد doesn't. رقم 6 ماهر always do voluntary work at hospital. نبص على كلمة do، لقاها جاية بعد ماهر، فاعل الجملة ماهر، لو شلت ماهر هحط هي، وأي فعل يجي بعد هي أو شي أو إت بنحط له إس أو إي إس، يبقى الإجابة هتكون إيه؟ هتبقى دز. طب ليه منحطلوش إس بس؟ تبقى دس. غلط، إحنا قلنا إذا انتهى الفعل بأو بنحط له إي إس بالشكل ده. آخر حاجة عندي اللي هي تدريبات كتاب المعاصر، أول سؤال فيها بيقول زي رايتس، حاطط لي إس وفاعل الجملة زي، ده غلط، الإس بتيجي مع هيوشي وإت بس والاسم المفرد، هنخليها مصدر الفعل بدون إضافات. رايت. رقم 8 Do you like reading? قال yes I am. نبص للسؤال، السؤال بإيه؟ السؤال بدو، يبقى الإجابة تكون بدو. Do you like? Yes I do. بكل بساطة. رقم 9 He usually play. فاعل الجملة ايه؟ فاعل الجملة هي، يبقى الفعل بايه هنعمل فيه ايه؟ هنحط له اس. والله بكل بساطة كده بس. ليه؟ عشان اي فعل بيجي بعد هي وشي وات والاسم المفرد بنحط له اس او اس. يا رب تكونوا فهمتوا والفيديو قرب يخلص. اخر مسألة معانا رقم 10 Where do your father work? Your father، father يعني أب، و your يعني كا، يبقى أبوك.
ابوك لو حطيتها ضمير تحط الضمير هي. طيب هي بتاخد دو؟ طبعا لا، امال بتاخد ايه؟ بتاخد دس اللي فيها اس، عشان هي بتاخد اللي فيها اس، يبقى هنكتب هنا دس، ودي حالة سؤال، دس زائد الفاعل زائد المصدر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استفدتوا ولا فهمتوا حاجة من الفيديو، ولو كنت فهمتوا اشوفكم على خير. اتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.